الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين تضمن الله ضمنها سجلوها واعلنوا ناموس تايم فرحة من عشاء ما سج منها فرحة من عشاء ما سج منها والتهاري قدموها وجود تثبت الوجود انتاج ام الزبار ينتزع الشوط المفتوح ولكن نوه ياهو شوط انتاج ام الزبار الانتاج الفاخر سلام يا انتاج ام الزبار سلام. مطر بن حمد بن زهرة تستاهل فوز وجود ونشوان بالأشواط الرئيسي. تستاهل خير وعافية أبو بريك. مطر بداية وشي سلالة وجود جتنا معلوماتها بنت هياض اللي سبقت الشوط الأول ونشوان وجود عرفناها بنت هياض نشوان وش السلالة؟ أبيه برق أم الزبار أمه من الإنتاج ناموس إنتاج أم الزبار الليلة يفوز بالأشواط مفتوحة وناموس كبير لأم الزبار عامة والبن زهرة كمضم. الحمد لله على الناموس ذا، هذا توفيق من الله أول شيء، ونهديه لشيوخنا ونهديه لأم الزبار القايمين عليهم وربعنا اللي معنا. مطر أشواط المفتوحة الليلة كانت قوية، شوط البكار بعد كان ناري، كيف تابعت الأشواط الليلة؟ الحمد لله قوية، المطيلة ما هي بقوة ما كان قلطناها الشوط الأول. المطيلة منافسات لها روابط والله. مطايا منافسة مع أشواط مفتوحة، كم شوط أخذتوه الليلة؟ ثلاثة شوط. هذه عندنا لو تعطيني أسماء المطايا؟ عندك نشوان والكايد ووجود. نشوان والكايد ووجود. الكايد أي شوط سبق؟ كايد الشوط الرابع. الشوط الرابع في المجموع. الليلة ما شاء الله الحلال والبارحة اللقاية والجداع عندكم ما شاء الله تبارك الله قبلتها ممتازة، وهذا يبشر بخير لكم في الختام. الله كريم، هذا توفيق من الله وش الحمد لله نحمد الله وش وجعل الناموس دايم. ومره ثانيه نبغي اهداء لمن تهدي هذا الناموس؟ نهديه لشيوخنا كلهم ونهديه لام الزبار وقايمين على ام الزبار. يضرب وجهك يا مطر وشكرا جزيلا. مرحبا ابدا. الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين تضمن الله ضمنها سجلوها واعلنوا ناموس تايم فرحة من عشاء ما سج منها فرحة من عشاء ما سج منها والتهاب